بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير للجميع. اليوم الأربعاء 20/1/2021، معكم فواز حسين من قرية حرفيش. أنا موجود قبالة نهر الأردن بالقرب من المصب تبعه في بحيرة طبرية. مبين قبالي هون وادي الأردن، جاري من الشمال للجنوب. المنطقة هون منطقة منبسطة يسموها البطيحة، على اعتبار انه قلنا منبسطة ووسيعة على الجهتين. بعد ما يوصل لهون المي، مية الوادي المقصود يعني، تتقسم بين المي قلنا بتجري هون بشكل بطيء لأن الأرض منبسطة. هون قبالي وادي الأردن في الجهة القبلية، بالضبط يعني عشرات الأمتار عن بحيرة طبرية. قلنا هاي المنطقة المنبسطة على اليمين، على اليسار اسمها البطيحة، على اعتبار انه الارض منبسطة والوادي بيجري شوي شوي المي قلنا بتوصل على بحيرة طبرية. أنا موجود بالضبط على الطريق بين الهضبة في الجهة الشرقية وبين إسرائيل، منطقة طبرية والجليل الأسفل في الجهة الغربية. شكرا لكم وان شاء الله نلتقي في يوم ثاني في محل ثاني. انا موجود بالضبط في الجهة الشمالية الشرقية من بحيرة طبرية بالقرب من المصب تبع وادي الأردن في البحيرة نفسها، في الجهة الشمالية من البحيرة في منطقة قلنا اسمها سهل البطيحة. شكرا وإلى اللقاء.